أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. على بالي بلي الأولياء عندهم تساؤلات دائما كيفاش يتعاملوا مع حالات معينة. احنا رانا اليوم مع أخصائيين باش نجاوبوا على هذه الحالات، واليوم اخترنا الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم باش نشوفوا صيام الطفل، يعني الطفل كي يصوم رمضان ما هما القواعد وكيفاش وفي أي سن واش لازم نديروا واش ما لازمش نديروا. مع أخصائيين نجاوبوا على الأسئلة نتاعكم كاملة. اليوم يكون معايا الإمام طهري عبد الباسط المعروف بعبد الباسط الجزائري. شكرا، تفضل أستاذ. شرفتنا، مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك، مرحبا بك، تفضل 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 تفضل. معنا كذلك مختصة في جراحة الأطفال سيدة ريم دوادي. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، شرفتينا مدام. تفضلي تفضلي مدام. مرحبا بك، مرحبا بك. كذلك اليوم يرافقني ضيفي الدائم السيد لابري نور الدين، 39 سنة في التربية والتعليم. 39 سنة أستاذ، تفضل. الله يخليك، مرحبا بك، مرحبا بك. كذلك تعودنا عليها السيدة حريش أمينة، أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل. تفضلي مدام، تفضلي. شرفتينا أستاذة، شرفتينا، مرحبا بك، مرحبا بك. في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة. اليوم عندنا طفل واسمه محمد علي باش يدير الواجبات المدرسية تاعو. تعال تعال. واش راك محمد؟ لاباس وليدي؟ الحمد لله. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. واش سنة تدرس؟ أدرس السنة الخامسة. خامسة، متفوق أنت، شاطر؟ نعم. شحال جبت المعدل؟ 9.10. أوه، شفوا عليه، شفوا عليه. برافو وليدي، برافو برافو برافو. الواجبات المدرسية تاعك ديرهم بانتظام؟ ديرهم وحدك ولا حتى يقولوا لك؟ نعم، نديرهم وحدي. كي نخرج نرجع من الدراسة نرتاح قليلا ثم أجيب دراسي. تنجز الواجبات نتاعك، وفي نهاية الأسبوع بالجمعة والسبت وقتاش تقرا؟ تلعب شوية ولا تقرا؟ في الصباح نلعب نمارس الرياضة مع في النادي، وفي المساء أقرا. تدرس مليح، شاطر شاطر وليدي. محمد، إذا احنا جهزنا لك هذاك المكتب باش تروح تدير فيه الواجبات المدرسية تاعك، تفضل وليدي. يلا تفضل المكتب. هلا، شكرا. وانتم كذلك يا أطفال، ما عليكم إلا تروحوا ديروا الواجبات المدرسية تاعكم بانتظام باش تنجحوا. شكرا شكرا. إذا مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتنا وحصتكم ولادنا تحت جناحنا. الأولياء عندهم تساؤلات كثيرة وخاصة في شهر رمضان، لأنه أنا راني نتكلم كأب، كمواطن، كطفل اللي بديت نصوم كنت صغير وكامل، حبينا نعرفوا وش هما القواعد، وش هما القواعد يعني الطفل وقتاش يبدا يصوم، وقتاش مليح انه الطفل يبدا يصوم. اليوم راكم معنا انتم كأخصائيين، رايحين نتناولوا هذا الجانب من كل جوانب، يعني من كل جانب اللي يهم الطفل، الجانب الطبي، الجانب الديني، الجانب المدرسي، الجانب الاجتماعي والنفسي. ماذا بيا نبدا معك سيد طهري عبد الباسط المعروف بعبد الباسط الجزائري امام. حبينا نعرفوا الجانب الديني، يعني الطفل وقتاش لازم يصوم وقتاش مرغوب فيه، يعني وقتاش مرغوب فيه باش من بعد نتناولوا الجوانب الاخرى الاجتماعيه والطبيه والمدرسيه. تفضل استاذ. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل ان يبارك في هذا المجلس في هذه الحصه ان شاء الله تعالى. متى يجب الصيام على اولادنا او الطفل؟ هناك مثلا مرحلة ما قبل البلوغ ومرحلة ما بعد البلوغ. فعندما يكون البلوغ يكون التكليف بالصلاة، بالصوم، بالحج، بجميع أحكام الشريعة. لكن هناك فترة الصبا، سن 7 سنوات كما قال بعض أهل العلم، أن الطفل يؤمر بالصيام في هذه السن. هذه السن تعتبر تعويدا لهذا الطفل وتعليما
لهذا الطفل لكي يشب على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الإسلام لكي يتعود. فهو إذا كلف مثلا بالصلاة في سن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، في هذه المدة الطفل قد يصلي الصلاة بدون وضوء وأنت لا تدري. بالضبط، هو في مرحلة تعليم، هو يتعلم فقط. فكذلك الصوم، نعلمه الصوم في هذه السن ليتعود وليتعلم مشقة الجوع والعطش، فتكون له شخصية استقلالية، يكون هذا الطفل يشب على الطاعة والانضباط والنظام بهذه العبادة. هو لا يأخذ عليها أجر، أبوه وأمه اللذان يعلمانه هذه العبادة وينصحانه بهذه العبادة هما اللذان يأخذان هذا الأجر وهذا الثواب إن شاء الله تعالى. ثم إنه بعد مدة عندما يكون مكلفا ويكون بالغا يسهل تسهل عليه الطاعة والعبادة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا سيد عبد البسط الجزائري. ماذا بينا نروح للسيدة دوادي ريم اللي هي جراحة في طب الأطفال وكامل. ماذا بينا تكلموا؟ أنا شخصيا نشفى نهار اللي بديت نصوم في أول ولا كان في شهر أوت، يعني وأنا كطفل يعني كان صعيب عليا، يعني كان شاق كنت الحق ربعة على شيء ونقول مازال يعني الأطفال تعنا هي في الحقيقة تحس حتى في العائلة، يعني لما الطفل يصوم تحس بلي كاين لومبيونس، كاين يعني شيء جديد يعني يحبوه العائلة الجزائرية. ولكن حبيت ما هما يعني الطفل لما يصوم وهو في مرحلة النمو كامل، واش هما طبيا يعني واش لازم الأولياء تاعو، واش لازم اسكو كاين حاجة لازم يعطيوها له ياكلها، اسكو لازم يديروا له مراقبة، باسكو دي فوا الطفل بالك يبدا يصوم بعد كي تجي العشية بالك يدير مالاز، بالك يدير حاجه. ماذا بينا نوجهوا الاولياء نقول لهم باللي الطفل هذا راهو امانه بين يديكم، والطفل هذا شغل راهو ورقه بيضاء، يعني النمو تاعو راهو مسؤوليتنا احنا ومسؤوليه الاولياء نتاعو. واش هما الاخطاء اللي لازم يتجنبوهم؟ باسكو بالمرات الاولياء بالك يحبوا يصوموا ولادهم بالسيف، هو يشوف فيه بالك تعبان وكامل ونهار طويل ولا كامل. ماذا بينا بعد نعاود نرجع لك استاذ عبد البسط الجزائري باش نبسطوا هذا الامر هذا للعائله الجزائريه. تفضلي استاذ. شكرا لكم. كما تفضل فضيلة الشيخ وذكر بانه حاجه مليحه انه نحفزوا الاطفال من منذ الصغر على الصيام، باش هكذا كي يكبر الطفل هذاك ولا الطفله هذيك كي تكبر وتكون شيء الزامي عليه يكون والف على هذا الصيام. ولكن الصوم لازم نبداوه تدريجيا، ان جسم الانسان ماشي كيما جسم جسم الطفل الصغير، ماشي كيما جسم انسان بالغ، انه جسم اون بلان كروسانس في نمو دائم داكو. والجسم وكل طفل وعنده ظروف تاعو، يعني على حساب الفصول على حساب جسم الطفل. ما عندناش سن قال الطفل تحت مثلا 5 سنوات تحت سن محدد، لا صحيح على حسب لا فيزيونومي تاع الطفل. يعني بالمرات الطفل تاع 7 سنين تسيبو عنده جسم وطاقه الحمد لله تاع واحد عنده 10 سنين يقدر يتحمل صيام، وكاين العكس. العكس فوالا. دونك كيما قلنا جسم الانسان متكون اصلا من 80% من المياه من السوائل، دونك 80% سي دي ليكيد. وحسب الفصول يعني دونك يكون اصعب في جوي واوت، في الصيام في شهر جوية في الصيف ماشي كيما الصيام في اكتوبر ولا في الصيف، والافطار يكون على 4:30 بالمرات، يعني على غرار الصيف اللي بالمرات يكون حتى 9 تاع الليل. يعني الانسان جسم الطفل في هذه المرحله قد يتعرض الى الجفاف، لا ديزيدغاتاسيون كي لا بلو غاف. بالضبط. دونك الوالدين عليهم بالمراقبه، يعني اكزاكتومون كي يعود في الشتاء الطفل قادر يقع في الليبوغليسيمي، لانه جسم الانسان في الشتاء يستحق سكريات اكثر. الطفل انه يصوم في وقت الدراسه وفي وقت العطله ماشي كيف هذه اللي راح نوصل لها مع السيد لابلي، يلزم تركيز ولازم حركه لازم وما بالك الامتحانات كذلك. بالمرات نتكلموا خاصه عن الامتحانات تاع هذه اثر هذا الصوم على المردود التربوي تاع الطفل وعلى الصحه تاعه. دونك من المستحسن مام اختيار الوجبات كيما نبداو الطفل الصغير يبدا يصوم، نبداو تدريجيا كيما نبداو يصوم الصباح ويفطر على 12 ومن بعد شويه نزيدو نقولوا له
نزيدوا له شويه حتى العصر، العصر تشرب شويه وتستنى المغرب حتى يكمل اليوم كامل بالتدريج يعني. بالتدريج. وكاين في اوقات الوجبات اللي يتناولها الطفل في الفطور وفي السحور، حاجه مهمه اساسيه جدا. في الفطور لازم نعرفوا باللي ما لازمش الطفل، هو احنا العطش والاخر الطفل الصغير يروح ديريكتومون للسوائل، يفوك لي بارون يكونوا واعيين باللي هما يراقبوا الطفل. دونك يبدا بالسكريات البسيطه كيما الحبه تاع التمر، شويه الحليب، بشويه شويه تدريجيا، وبالعقل باش يشرب بزاف سوائل الماء ولا الغازوز ولا السكريات. ومن بعد عندنا في السهره نقدروا نعطوا له شويه سكريات لانه منه. وكيما ينص عليها السنه تاع النبويه السحور، ماذا بينا نعجلوها، لان الاطفال جسم الانسان جسم الطفل نوخر وقد ما وخرنا السحور قد ما مليح. وفي السحور لازم سكريات دونك يعني ممكن يرقد من بعد نوضوه يتسحر يعني ماهيش دونك، وسكريات معقده اللي تقدر يقاوم بها اليوم اللي راهو جاي الموالي. نحفزوا في وقت الافطار تناول الفواكه الموسميه كيما رانا في الصيف، هكذا باش يعوض الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي بذلها اللي ضيعها خلال الجهد المجهود اليومي. دونك يا سيغتان اليمون كيما في كل فصل وعنده الفواكه الموسميه تاعو، هذه نعمه من عند الله يعني. كل الجسم كل فصل وعندنا الفواكه هذيك تعوض النقص اللي راهو الجسم تاعنا. دونك في وقت السحور وفي وقت الفطور لازم مراقبه تاع الوجبات اللي يتناولها الطفل، المجهود اللي يبذله الطفل ايضا لازم يكون مراقب. اذا كان يدير الرياضه، اذا كان يدير الرياضه في فصل حار من المستحسن الطفل كي يكون صايم ينقص شويه المجهود، يرد باله وليو يخرج برا يلعب الاخر، نعطوا له كتاب ونقول له اقعد في الدار يقرا وهكذا. دونك بوغ ريدوير لاكتيفيتي فيزيك ولا ديبونس دينيرجي. تري بيان تري بيان. اي بوي كاين حاجه اللي هل يستحسن الطفل الصغير لان نعلمه فيه الصيام والصوم، هل يستحسن انه يصوم يعني ايام سويفي يعني من المستحسن يعني ايام نهار مرخوه، ولا مليح انه يصوم ويرتاح ويصوم؟ من المستحسن انه يكون صيام متقطع، لأن الجسم تاعو في كيما قلنا اون بلان كروسونس، في نمو مستمر يعني يقدر يعني. كيما نقولوا حنا في العادات نهار يصوم نهار الاول، يصوم نهار 15 27 بالضبط. ومع النمو الجسم تاعو يبدا في اكتمال وقبل اخر يقدر يزيد الايام هذوك. شكرا شكرا استاذ، شكرا شكرا. سيد لابري نور الدين مختص في علم التربية وأستاذ ومدير مؤسسة تعليمية منذ 39 سنة. حبيت نعرف يعني سي سور كو 39 سنة شهر رمضان في المؤسسة يعني معروف، حبينا نتكلموا على التدابير اللي تاخذهم المؤسسات التربوية يعني في اما في لومبلو دي تون، اما في يعني في التوقيت تاع الدروس خاصه في الامتحانات وكامل. هل هناك تدابير يعني خاصه بهذا الشهر الفضيل؟ هل هناك متابعه يعني تاخذوا بعين الاعتبار باللي الاطفال راهم صايمين، باللي وخاصه كي يكون الشهر الفضيل يعني في ايام الحر، وحنا الجزائر يعني بلد تاع شمس وتاع حراره، يعني هل التدابير هذه واقفين عليها وحبينا نعرفوهم؟ تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. السلام على الجميع. حبيت فقط سي يزيد فضيله الشيخ لما تكلم لنا في البدايه واعطانا نظره حول وجوب الصوم عند اطفالنا، انا حبيت برك نزيد حاجه لو يسمح لي شيخنا. ذكرت حديث النبوي الشريف اللي يقول يرفع القلم على ثلاثة. بالضبط، يرفع القلم على ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصبي حتى يحتلم. بالضبط، هذه باش الاولياء فقط يعرفوا باللي
حتى هو اصلا الاستاذ قال لك الاجر ياخذوه والديه. نعم صحيح صحيح جدا مشكور شيخنا هو اللي اعطاني هذه الفكره هو اللي فكرني باش فكره جميله يعني. نعم. انا شخصيا كنت نفكر يعني نقول يعني الطفل ماهوش بالغ يعني ماهوش في وقت الحساب يعني. اذا قبل وقت الاحتلام ما راهوش واجب على الطفل ان يصوم، ولكن نحن في الاسلام في ديننا الحنيف دائما نربي أبنائنا على هذه العبادات وعلى القيم الدينية الحنيفة ونبدأهم من الصغر من أجل التدرج كذلك. نعم وبالتدرج نعم. ولكن اتفق العلماء على أن الطفل لا نطالبه بالصوم قبل 7 سنوات، لا نطالبه يعني ممكن 6 أو 5 سنوات يصوم ولكن هذا غير مطلوب. وابتداء من 7 مثل ما يحدث في الصلاة ابتداء من 7 يمكننا أن نطلب ابنائنا ونحثهم والتحبيب ما راهوش بالترغيب يعني بالتحبيب وكما تفضلت الدكتورة بالتدريج بالعقل باش يوالفوا الصوم ويتعودوا عليه ونراقبوهم كذلك نشوف الى مع كل مراقبة اليوم تاع الصوم تجيه الحمى ما تجيش يعني مع المراقبة اللازمة ماذا بيا بعد نرجع للأستاذ نرجع إليها تفهمنا الأستاذ. لكن إذا ابتداء من 7 سنين إذا احنا كي نقولوا 7 سنين في عمره 7 سنين راهو في الابتدائي راهو في السنة الثانية بالضبط هذه هي نعم باش نربط يعني لازم نربط 7 سنين راهو في الابتدائي وهنا الطفل في الابتدائي وهو صائم ماذا قد يحصل؟ أنا لاحظت بلي الأولياء كي ولادهم يكونوا 7 سنين 8 سنين يصوموهم في نهاية الأسبوع. نعم هذا الأحيان هذا يكون يقراوا يصوموا نهاية الأسبوع يصيروا قدامه في الدار نعم يقدر يقول له ما تخرجش يقدر كذا يعني كما قد تفضلت الأستاذة لازم تركيز لازم كذا يعني الطفل 7 سنين 8 سنين من الأحسن أنه ما يصومش ويروح المدرسة ما دام عندك نهاية الأسبوع نعم. المنظر ولكن كاين بعض الأولياء اللي يفرض على أبنائه باش يصوموا وهو عنده 7 8 9 سنوات ويقولوا لا لازم تصوم اليوم كامل وكذا وهو في الدراسة يعني شوية هي على كل حال الشيء اللي معروف هو أنه أن الطفل تأثير الصوم على الطفل كلما كان الطفل صغير في السن كلما تأثر أكثر من الطفل عندما يكبر شوية 14 15 16 حتى 17 18 سنة وهنا رانا في المتوسط والثانوي من 12 حتى 17 18 سنة رانا في المتوسط الثانوي التأثير يكون أقل لأن وهذا شيء طبيعي لأن جسم الإنسان والتركيبة نتاعو تكون يعني يقاوم أكثر المهم مهما يكون فالصوم يؤثر على المجهودات نتاع الطفل او نتاع الطالب ما دامنا نتكلم عن المدرسه يؤثر يعني هذا شيء التركيز على نعم لازم يوالف خاصه نعم الايام الاولى يعني تكون شويه صعبه اي والله شويه صعبه والله انا خاصه نفكر في الامتحانات يعني جاي هذا هو نعم سي يزيد نعم اول قبل الامتحانات وزاره التربيه خاذيه بعين الاعتبار هذا الجانب وكل ما ياتي رمضان المفضل الفضيل الا وفيه رزنامة خاصة وطنية شاملة أولا الدخول في الصباح ما يكونش على الساعة 8 كالعادة يكون على الساعة 8:30 وواحد الوقت زمان نشفى حتى للتاسعة بالضبط يعني يخلوا الناس ونقول لك علاش ثم الحصة اللي فيها 60 دقيقة تصبح فيها 45 دقيقة يعني ينقصوا من الحجم وقت الساعي التركيز وقت التركيز نعم التركيز وفيما يخص التربية البدنية ليدوكاسيون فيزيك تراك تكلمت عليها حتى ليدوكاسيون فيزيك تعطى تعليمات للأساتذة باه يديروا غير حاجات خفيفة جدا 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 وفي غالب الأحيان تكون فيه ألعاب وتكون فيه كذا باش ما نتعبوش ما يخفلكمش باللي التربية البدنية تندار عموما في المساء في الفترات احنا نخلو الصباح على الرياضيات والعلوم المواد اللي تحتاج تفكير أكثر وتركيز أكثر إذن هذه نأخذوها بعين الاعتبار ثم هذه خلينا ما نتوقفش ما بين 12 حتى الوحدة ونص ولا الزوج يعني نخلو التلميذ يرتاحوا 45 دقيقة أو ساعة باش نخرجوهم نسرحوهم مبكرا خاطرش كاين كذلك ما ننساش كاين المعلم والمعلمة هم كذلك يصومون ويتأثرون نعم واحد يقضي واحد يطيب واحد بطبيعة الحال وزارة التربية تحاول ما أمكن تفادي الامتحانات أثناء شهر رمضان
تحاول تفاديها، ولكن فيه لاحظناها ولكن بالمرات في سنوات وين نعم في سنوات وين انا حضرت لها كما هذا العام البكالوريا في رمضان، في رمضان، ولكن الاهليه الله اعلم مانيش مطالع مليح على الجدول، الله اعلم تجي قبل رمضان، قبل رمضان ايه لابد. وهذا مش غير في بلادنا، انا في واحد العام كنت في السعوديه في شهر رمضان الدو عطله، اعطتهم عطله الدوله، اعطتهم عطله وحتى يعني شهر رمضان اللي يجي من بعد 10 ايام قبل تزيد كذلك تعطيهم عطله في شهر رمضان باش التلميذ ما يتعبش كثير. لكن سي زيد انا عندي حاجه دراسه طلعت عليها، كاين بعض علماء التغذيه يقولون ان الصوم يساعد الطالب، مش طفل صغير، الاطفال صغار، طالب يساعد الطالب على الفهم وعلى التركيز اكثر من اللي ما يكون صايم، اكثر من المفطر. وهذه فيها دراسه علميه فين يقولوا بان التغذيه تؤثر على تثقل من 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 المجهود من الفهم ومن 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 الاستيعاب ومن التركيز. دراسات كبيره على الصوم، يعني وما ننساش ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك صوموا تصحوا، في الصوم صحه. ولكن في كل هذه الحالات اللي ذكرتها، صوموا تصحوا و الصوم يساعد على الفهم وعلى يعني وعلى الاستيعاب، كاين شرط، كاين شرط هو، وهذا نقولها للاولياء والتلاميذ والطلبه، كاين شرط واحد اساسي وعلمي هو النوم. هذا الشيء مفروغ منه، هذا مفروغ منه، نوصل لها اذا حتى اذا النوم لازم الاولياء ردوا بالهم. معليش وليدك يصوم عنده 9 سنين 10 سنين او اكثر يصوم، معليش وراقبه في الصوم تاعو وحاول بالتدرج كما تفضل الشيخ والدكتوره، ولكن ما تفرطش في النوم نتاعو، لازم يكون عنده ياخذ هذا المهم والاهم، ياخذ حقه من النوم، لان النقص في النوم هو الذي يؤدي الى عدم التركيز، ولو يكون كالي ولو كان يكون ضارب المشوي يعني شفناها حتى عند لي زادولت، يعني عند الكبار. نعم. يعني المشكل تاعهم في شهر رمضان هو النقص في النوم، السهرات يعني السهرات المفرط فيها، مش مفروغ منه هذا. نعم. الانسان اللي يصلي الاربعاء تاع الصباح من بعد ينوض الصباح على السبعه ولا الثمانيه ولا يعني خلاص ما داش القص تاعه من الراحه، هذا هو النوم. النوم احسن وسيله. شكرا استاذ لك ليك. سيدة حريش أمينة مختصة في علم الاجتماع وشؤون الأسرة والطفل، ماذا بيا قبيلة كنت نتكلم قلت باللي خاصة لما الطفل الجزائري يصوم لأول مرة، احنا في كاين عادات كبيرة في, 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 في الوطن وين يديروا لهم يحتفلوا بهم، يعني العائلة كلها تحتفل بهذاك الطفل والطفلة في أول يوم تاع الصوم تاعو. حبينا نتكلموا على النفسية على الواقع الاجتماعي من هذا الباب هذا، والعائلة الجزائرية كيفاش تشوف صوم الطفل؟ سعيدة بتواجدي مع ضيوفنا ومع الشيخنا الفاضل والأستاذ والدكتورة وبناتنا وأبنائنا تزامنا مع شهر رمضان الفضيل. نقولوا شهر كريم لكل المشاهدات ومشاهدين قناة الشروق. نبدأ نتكلم عن الصوم. الصوم اللي هو يعني ركن أساسي من أركاننا، وهو هذا الصوم يعتاد عليه أبنائنا أكيد، هذا شيء جد إيجابي يزيد أن أولادنا يتعلموا الصيام. لكن من منظور الاجتماعي والنفسي أردت أن أتطرق إلى إجبار الأطفال على الصوم. كما ذكر أستاذي الفاضل هو عادة سيئة، مليح أن الإبن تاعي نعلمه يصوم لكن لا أجبره. هذا مشكل الأولياء، أنهم دائما لازم يشوفوا نفسهم في أبنائهم، يظن هو يقول له أنك كنت صغير صمت كان في عمري 9 سنين صمت كامل مثلا، يقول له بصح أنت ماشي شاطر غدوة كي تكبر ما تصومش. يعني يخليه يجبره حتى ولو قدراته الفيزيولوجية وذكرت الطبيبة، حتى لو أنه نهار الصوم راهو طويل الحرارة يجبره، هذا أمر سلبي. لازم نقولوا الأولياء أنه الأبناء راحين أكيد أنهم سينشأون تنشئة دينية بدءا من المدرسة، في المدرسة يقرأ أنه لازم يصوم، يقرأ أنه الصيام هو ركن من الأركان الإسلام، هذا كله راح يكبر. ما كاش من أبنائنا اللي شفناهم كبار وما يصوموش. بالضبط بالضبط بالضبط، يكبر يسيب روحه يصوم، وهذه اعتاد عليها لأنها من الأطر الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري. الجزائريين معروفين في هذا الباب. نعم. هذا شهر رمضان الكريم ما كانش اللي أكيد. إذن أنا نقول باللي ما تجبروش أولادكم. نتكلم في نقطة أساسية يا زيد، عندما نفرح بصوم طفل صغير
هذه العادات والتقاليد هي جد إيجابية، لأنها راح تعزز ثقته في نفسه، كذلك راح تخلق جو أسري سعيد. احنا نحتاج الأسرة الجزائرية إلى التكافل، معليش نشوفوا أنهم يعرضوا الضياف من أجل صوم ابنهم. بالضبط. هذا نشوفه احنا من عادات وتقاليد جميلة جدا، احتفلوا جميل، جميل. نود الاحتفاظ بها. جميل. كذلك شكرا أبنائنا. كذلك كاين أمر أساسي ونتكلم عليه من منظور السلبي، أنه كاين في الصوم شهر رمضان أو شهر رمضان في حد ذاته هو نقمة لبعض الأطفال. لماذا؟ إذا كان الأب مدخن مدمن على التدخين، إذا كانت الأم ضغوط العمل وأعباء المنزلية راح تخليها مقلقة، هنا ينوضوا ضحايا شهر رمضان، وبالتالي الطفل يقول لك راهو جاي رمضان سأعاني، خلاص يتعرض يدوسوا في الدار دوك. بارك الله حقيقة يكون شاهد على حرب كلامية شرسة حقيقة بين الأب والأم، أحيانا يتعرض حتى إلى الضرب من طرف الأب والأم. بالضبط. هذه كلها راح تخليه يتخوف من هذا الشهر، وهذا الشهر هو شهر الرحمة، شهر الرأفة، يعني ماذا بينا أبنائنا يتعلموا عادات جميلة جدا. جميل. شهر التسامح، شهر التسامح. احنا نشوفوا أن الطفل يتقلق. كذلك كاين أمر سلبي جدا يا زيد، الأم تكون يعني تخلط عادات وتقاليد العادات تاع وليدها، العادات اليومية ليزابيتي تاع الابن تاعها في شهر رمضان، يعني وين تتركه يقعد في الشارع طيلة النهار. بالضبط بالضبط. الهدف منه انها تخلي الاب يرقد تتخلص منه او تتخلص منه، هذه عادات سيئه. يعني حقيقه ناسف لهذا، بالعكس هذاك هو الشهر اللي لازم يتقربوا من ولادهم يتقربوا. شكرا شكرا استاذه. سيد عبد الباسط الجزائري امام، حبيت نرجع لك في عجالة على الطفل مثلا لما الوالدين تاعو صوموه مثلا وشافوا بلي الطفل ما قدرش يتم النهار، ما قدرش يتم النهار، بالمرات الطفل ساعتين قبل الإفطار ولا ثلاث سوايع ولا أربعة ما قدرش خلاص. يعني احنا ماذا بينا نحنوا قلوب الوالدين ونتكلموا معهم، هذا يبقى طفل، يعني يبقى طفل، حبينا شوية رأفة شوية. احنا حبينا الطفل كي يصوم يصوم برغبته، يصوم هو فرحان، بالك راح يتباهى مع اصحابه غدوه يقول لهم انا صمت 10 ايام، انا صمت 3 ايام، انا مره درت مدينه ترفيهيه في شهر رمضان للاطفال، كنت كل يوم نسقسيهم نقول انت شحال صمت؟ واحد يقول انا 3 ايام، وانت شحال؟ انا 7 ايام. يعني شوف يتباهى. احنا ماذا بينا الاطفال يكونوا حابين حابين، يعني ماذا بينا نتكلم على هذه النقطه هذه حتى الوالدين ما يكونوش قاسيين مع اولادهم. نعم، هو الطفل بصفة عامة، الطفل أول ما يتأثر يتأثر بأبيه وأمه. بالضبط. لأنه مع أبيه وأمه في المنزل، ولذلك بعض العلماء يقولوا البعض من الناس يجد مشكلة في قضية تربية الأبناء، يقول لك أنا عندي 7 أولاد أو 8 كيف أبدأ؟ الجواب أنه لو يهتم بالطفل الأول في صلاته وفي صومه في تربيته حتى الأدب في كلامه في جلوسه حتى في المأكل تاعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه التربية لما تتقمص الشخصية تاع الوالدين في الطفل الأول، قال أهل العلم أن هذاك الطفل الأول هو النموذج تاع اللي بعده، هو اللي مرجع لخواته، هو اللي مرجع لخاوته. ثم إن الصيام أولا وقبل كل شيء في غالب الأحيان يطلب من الطفل الصوم ولا يؤمر. بالضبط بالضبط. والطفل هو الذي يحب أن يصوم. جميل جميل. أنا شاهدت بعض الأولياء يمنعون أبنائهم من الصوم، خاصة كيكون نهار طويل وكامل، يعني ويكون يقرأ ويكون الأطفال الأطفال يحبون هذه الشعيرة، يحبون الصيام، يحبون الصيام، ولذلك يتنافسون مع أقرانهم. يعني نعم. هذا هو جانب الوالدين، لابد أن يخففوا على الأبناء في قضية الصيام إذا كان اليوم مثلا كرمضان الذي نحن فيه. بالضبط. إن شاء الله تعالى
فاليوم يكون حوالي 16 و17 ساعة بالضبط، طويل. فالطفل لابد أن نراعي قوته البدنية كما يقول الفقهاء، مش يصنبرك يعني. تجد مثلا طفل في سن 7 سنوات تجده يقوى على الصيام، وطفل في سن 9 سنوات أو 10 سنوات لا يستطيع ولا يقوى على الصيام. بالضبط. لماذا؟ لأن البنية نتاعه يستطيع أن يصوم. ثم إن بعض العلماء قال أن الطفل هذا يبدأ الصوم يمتنع عن الأكل، أما الشرب فله ذلك، نعطيه مثلا يشرب الماء، مشروبات جميل خفيفة يعني، هذا حتى نصله إلى أذان المغرب. وهكذا إذا صام اليوم لا يصوم غدا، وإذا صام اليوم ساعتين أو ثلاث غدا يصوم 5 ساعات أو 6. بالضبط. وهكذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يخليك، الله يخليك. شكرا سيد عبد الباسط الجزائري، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. إذن الصيام لازم يكون حاجة جميلة الطفل يتباهى بها قدام أصحابه كامل، ويكون عيد لكل عائلة لما طفلكم يصوم لأول مرة، ولكن لازم تراعيه والبنية تاعو، تراعيه الحر، تراعيه الجو كيفاش يكون اليوم، طويل مش طويل، يقرأ مش يقرأ، يعني ولادكم لازم تحافظوا عليهم لأنهم هما جيل الغد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصة هذه. تقدروا تتابعونا على موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقهولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها.